التحذيرات بالطبع هي تحذيرات انطلقت منذ مباراة القيروان، يعني مباشرة بعد نهاية انتهاء المباراة، كانت فيها فترة نتاع استرجاع قوى حتى نكون في أوج العطاء نتاعنا، لكن فيها كذلك جانب كبير من بعض الجوانب الأخرى كالتحفيزات الفنية على غرار ديفي نتاع صاحب المرتبة، وبالتالي المنافس هو من طراز مغاير لشبيبة القيروان. هناك كذلك جوانب شمل بها كذلك التصليح كل بعض أو بعض من السلبيات اللي شاهدناها في لقاءنا الفارق، كذلك لقاء نادي الفريقي. والجانب الآخر من التحذيرات شمل بطبيعة نقاط سلبيات وإيجابيات الفريق المنافس، لكن تركيزنا كان أكثر على مجموعتنا وخاصة لديفي كوليكتيف انديفيديال تاع كل عنصر في المجموعة، لأنه استرسال وتواصل النتائج الإيجابية لا يكون إلا بأنك تضع دائما أهداف مستمرة، وخاصة ترسم بعض النقاط التي تضيء من مباراة إلى أخرى حتى لا تدخل في الروتين المباريات اللي يهدك ويهزك لجوانب سلبية. وبالتالي ضرورة أن نقعد على جانب تصاعد إيجابي، هذا ما ركزنا عليه في أولا نتعامل معها بالطبع بكل رصانة وبكل تأني، لكن نعرف أنه أحنا دائما لما يكون ثم خلل على مستوى الورقات إلا وكان الموقف تاعنا صارم تجاه اللاعب أولا، لأنه ضرورة أن نكون منضبطين في الميدان مهما يكون الاستفزازات اللي نعرف كانت استفزازات كبيرة خاصة دياغو، نظرا لأنه على مستوى التواصل واللغة مازال ما كانش في أوج التواصل لا مع الحكم ولا مع بقية الفرق المنافسة، وبالتالي الاستفزاز أعطى ردة فعل، لكن احنا أنجستيفي با ردة فعل هذايا. في المقابل بطبع كما عودنا دائما الفريق، عودناكم بأنه نلقى الحلول، في غياب بنجاح كم من مرة لقينا الحلول اللازمة، واليوم بطبع ثم حلول أخرى هجومية، وكذلك ربما تكون مفاجأة لبعض المشاهدين للمشهد الرياضي، لكن اللي يهمنا أكثر هو مردود الفريق الجماعي اللي يزم يكون بطبيعة دائما كما قلت لك تصاعد إيجابي وليس استقراري أو تنازلي، وهذا اللي يهمنا. دونك أنا منافس نعرفه اللي نسق باش يكون نسق عالي في المباراة هذه، نعرفه تكتيكيا كذلك المباراة باش تكون من نوع تكتيكي كبير، لكن يجب الغلبة تكون لفريقنا، لأنه ما تنساش نلعب على ميداننا، وسنة 2015 رفعنا شعار التحدي في ملعب جوس. طبعا أنت تعرف احنا دائما الرأي أو الاستقرار أو التشكيل النهائي يكون دائما في الاجتماع الفني اللي يسبق المباراة، نجم يكون بطبع أحد الحلول، لكن عندنا حلول أخرى، احنا دائما فما دي بلون A B و C اللي نحضروهم حتى نكون دائما حاضرين في كل الحالات. أحمد صحيح استرجع جزء كبير من إمكانياته بدني خلال الأسبوع هذا يشتغل، كذلك الحدث مع المباريات بداه، والملامسة مع الميدان ومع الجمهور كان من خلال 20 دقيقة خاذها أمام النادي الفريقي، وهذا أهم جدا على مستوى البسيكولوجي، يخلي اللاعب يدخل في المضمون مباشرة. قعد بالطبع نسق مباريات، وهذا اللي بشي يجي تدريجيا، احنا دائما نسعى إلى أن اللاعبين اللي يكونوا موجودين بين الأحداث يكونوا فاعلين 100%، وهذا يهم لعكيش ويهم كذلك بقية اللاعبين.